دلائل أن الإنسان مبارك أن الناس تذكر الله معه. وعلى الضد عياذا بالله أن من الناس عافانا الله وإياكم ونعوذ بالله أن نشمت بمؤمن، ونسأل الله أن يهدي ضال المؤمنين، لكن هذا إخبار عن الصفات لا عن الأعيان. نقول من الناس من عياذا بالله إنما يبقى إماما في المعصية والفسق، فإذا شوهد أو حضر أو جمع الناس له ساقهم عياذا بالله إلى معصية الله، وليس هذا من مطالب المؤمنين البتة.